اهلا بحضراتكم من جديد. ويعني من ضمن الاخبار اللي انا شايفها كمان من اهم الاخبار اللي حصلت خلال هذا الاسبوع، وهو بطوله العالم لكره اليد على الكراسي المتحركه، ودي بالمناسبه البطوله الاولى في التاريخ. والجميل ان هي بتتلعب على ارض مصر. يمكن هذا الحدث ما خدش حقه في الاعلام، ولكن احنا دورنا هنا كبرنامج الابطال ان احنا ما بنسيبش الحقيقه. اي حاجه شايفين ان هي يعني بيتبذل فيها مجهود او ماشيه في الاتجاه الصح، على طول احنا بنكون داعمين ليها. طيب البطوله دي كان نظامها ايه او كانت بتتلعب ازاي؟ كان ست فرق او ست منتخبات شاركوا فيها. مين هم؟ مصر، هولندا، البرازيل، سلوفينيا، الهند، تشيلي. والبطوله دي يعني بيلعبوا مع بعض، وبعدين حصل ترتيب بين المنتخبات. الاول بيلعب الثاني على الذهب، والثالث بيلعب الرابع على البرونزيه، والخامس بيلعب السادس على تحديد المركز، على تحديد المراكز. طبعا مصر فازت بالفضيه. وقبل ماتش النهائي بيتلعب النهارده، فاز منتخب سلوفينيا بالميداليه البرونزيه بعد فوزه على منتخب تشيلي، وكان قبلها فاز منتخب هولندا بالمركز الخامس بعد فوز على منتخب الهند. منتخبنا كان بدا مشواره بالفوز على الهند، وبعدين فوزنا على سلوفينيا، وكملنا بالفوز على تشيلي، وخسرنا الجمعه في ماتش صعب قدام البرازيل واللي عندها فريق من افضل منتخبات العالم، وبعدها فوزنا على هولندا في ماتش كان تحصيل حاصل لاننا كنا ضمننا الصعود للنهائي. والمزيد من طبعا القاء الضوء على البطوله وتنظيمها و نجاحها، معانا زميلنا العزيز من ارض الملعب الاستاذ علي ايمن، طبعا احد افضل المتابعين الحقيقه لالعاب الصالات. اهلا بيك يا استاذ علي. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. استاذ علي، يمكن انت طبعا حضرت البطوله بالكامل، كلمنا عنها، كلمنا عن فعالياتها، يعني شايف البطوله ازاي، خاصه ان هي يعني اول بطوله رقم واحد او نسخه رقم واحد لبطوله العالم على الكراسي المتحركه لكره اليد. يمكن طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا كابتن هيثم ان مصر بتنظم العديد من البطولات الرياضيه في كافه الرياضات طبعا على ارض مصر، اكثر من 180 بطوله في اخر سنتين من ظل جائحه كورونا. بطوله طبعا بطوله العالم للكراسي المتحركه لكره اليد دي النسخه الاولى منها في العالم، وطبعا دي بدعم من الاتحاد الدولي برئاسه الدكتور طبعا حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي. بطوله طبعا كانت كبيره جدا، علمتنا كتير جدا، علمتنا يعني ايه اراده، يعني ايه عزيمه، لما بتشوف لاعبين وابطال وبطلات بيلعبوا طبعا كره يد على الكراسي المتحركه بيواجهوا كل الصعاب، لكن ما فيش حاجه بتقدر تهزمهم ان هم بيقدروا يحققوا حلمهم. شايفين طبعا منتخب مصر بقياده طبعا المدير الفني طبعا ونجم كره اليد كابتن وائل عبد العاطي، منتخب مصر حقق انجاز كبير جدا في البطوله. اول مره منتخب مصر اصلا بيتكون قبل البطوله بكام يوم او قبلها بشهر، فجأة بيلعبوا بطولة عالم في أول نسخة وعلى أرض مصر مع منتخبات زي البرازيل وسلوفينيا اللي هم أصلا بيلعبوا اللعبة وعندهم منتخبات وشاركوا بطولات قبل كده. فمصر إنها توصل للنهائي وتاخد الفضية وتلعب كمان مع البرازيل ماتش قوي في النهائي، وكمان اللاعب مجدي طلعت ياخد هداف البطولة، طبعا ده إنجاز تاريخي وإنجاز إضافي لكرة اليد والرياضة المصرية. وأعتقد إن الأبطال دول لازم الاهتمام بيهم، لازم النسخة الجاية بطولة العالم نكون مدعمين كويس اللعيبة معنويا ونفسيا وماديا. مصر فيها ابطال في كل الرياضات، ومنتخب الكراسي المتحركه ده لابد من تكريمه لانهم حققوا انجاز وواجهوا كل الصعوبات لكن قدروا في الاخر يشرفوا مصر. طب استاذ علي ايمن، طبعا الناقد الرياضي الكبير، التاهل الفرق، يعني احنا شفنا ست فرق شاركت في بطوله العالم، هل الفرق دي تاهلت مباشره ولا مرت على منافسات اقليميه في قاراتها قبل ما تتاهل؟ لا، هو ما كانش فيه تاهل لان دي اول نسخه. هو تم يعني ابلاغ الاتحادات اللي عندها فرق بتلعب بارالمبيات سواء كره سله او كره يد او حتى العاب ثانيه، وقدروا اللي قدروا يشاركوا في البطوله وبعثوا الاتحاد الدولي هم اللي قدروا يشاركوا. طبعا كل الفرق، في فرق زي سلوفينيا كانت عندها طبعا بيلعبوا في بلدهم طبعا زي دوريات بس مش دوريات رسميه في كره اليد للكراسي المتحركه. البرازيل عندها دوري منتظم ولعبوا قبل كده كاس عالم بس ما كانش يعني في دعم من الاتحاد الدولي، ما كانش معترف بيه لانه ما كانش فيه تصنيف الاعاقات فالاتحاد الدولي ما اعترفش بيه. لكن بقيه الفرق زي الهند وكل الفرق اللي كانت موجوده في تشيلي وكل الفرق الموجوده في البطوله وهولندا كلهم لعبوا، يعني جابوا منتخبات زي كره السله للاعاقه او للكراسي المتحركه وقدروا يشاركوا منهم في البطوله ككره يد. في منتخبات كثيره جدا لعبت قبل البطوله باسبوعين بس، بداوا يتكونوا وبداوا يتدربوا. في لعيبه كانت بتلعب كره سله وكره يد ولعبوا كرة يد في البطولة. فأعتقد إن البطولة دي كانت مميزة جدا ومهمة جدا، وزي ما بقول لحضرتك فعلا كابتن علي عاطي يمكن قالها لنا في مؤتمر صحفي بعد المباراة النهاردة، قال لنا أنا عايز أقول إن أنا قبل المهمة دي أنا ما كنت متردد إن أنا أقبل المهمة، لكن أنا الناس دي كنت جاي أعلمهم هاند بول أو أبطال مصر دول، لكن أنا اتعلمت منهم الإرادة، اتعلمت منهم العزيمة، اتعلمت منهم إن مفيش حاجة اسمها صعبة أو مستحيل. الناس دي أنا فخور إن أنا دربتهم
ان شاء الله المنتخب المصري يقدر يحقق نتائج اكبر في البطولات الجايه. اكيد ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا ناقد الكبير استاذ علي ايمن من ارض الملعب، بشكرك. والحقيقه كان تحليل واضح ومفصل عن البطوله وقد ايه هي مهمه، وكل الدعم ليه طبعا لفريقنا فريق منتخب مصر لكره اليد على الكراسي المتحركه. خلينا نروح للخبر.